تسعى جمعيات ومنظمات محلية لدعم الأطفال المشردين في ظل غياب ملفهم عن دائرة الاهتمام. ويعد مركز شلير الواقع في مدينة قامشلي شمال وشرق سوريا واحدا من المؤسسات التي تقدم الرعاية والدعم للأطفال المشردين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. في إطار تقديم الدعم ومساندة الأطفال المشردين ومن يفتقد لمأوى، تقدم جمعيات ومنظمات محلية وناشطون مدنيون في مناطق شمال وشرق سوريا بعض خدمات الرعاية للفئة الأضعف المعرضة للاستغلال، والتي خلقت في زمن النزاعات والحروب وانعكست الأزمات على مستقبلها. مركز شلير الواقع في مدينة قامشلي يعد واحدا من تلك المؤسسات التي تقدم الرعاية والتأهيل للأطفال المشردين والذين يعانون من مشاكل التفكك الأسري. نحن مفتتحين أكثر من مركز، مراكزنا في رج آف، الحسكة، شهبة، حلب، مخيمات واشكوني، مخيم الهول. حاليا مركزنا مفتتح من عام 2020. الهدف من هالمركز تأمين حقوق الطفل، واجباتهم. بسبب الوضع كثير من الأطفال احترموا من واجباتهم بشكل عام. ونظراً لتعرض المنطقة لتبعات معارك عسكرية ومصالح سياسية لدول كبرى، فإن المجتمع المحلي يعد المعرض الأكبر لمفرزاتها، ولا سيما الأطفال لكونهم يشكلون بيئة خصبة للاستغلال، خاصة المشردين منهم ومن لا يملكون مأوى، وهو ما دفع بعض المؤسسات المحلية كمركز شلير للوقوف عند احتياجاتهم ومحاولة تلبيتها. هدفنا أو اللي نقدمه للطفل تأمين احتياجاتهم، تعليمهم في هالفترة، كونوا عم نأسس جروباتنا في قناة السويس، كورنيش، حي الزيتونية، أيضا في علاية، وعم نفتح أكثر من جروبات، عم نشتغل على هالشي. في عنا جروبات مسرح كمان. بالنسبة لعدد الأطفال اللي عم نساعدهم عدد كبير. وبحسب الإداريين في المركز، فإن الهدف الأساسي من عملهم في الوقت الحالي هو مراقبة الوضع الصحي للأطفال وتقديم الخدمات الطبية لهم بالتنسيق مع الهلال الأحمر الكردي، خاصة من يحتاج منهم لتركيب أطراف صناعية بعد خسارتها لدى البعض جراء الاستهدافات المتكررة للمنطقة. هدفنا الأساسي كمان وأكثر شيء عم نميل على الطرف الصحي للطفل، لأنه بسبب الحرب كثير أطفال فقدوا أطراف من جسمهم. حاليا عم نشتغل مع الهلال الأحمر الكردي، ننسق ونعمل جروبات في حلب وشهبة. عملنا جروب من فترة، ركبنا 5 أعضاء لأطفال فاقدين أجرهم، وكمان عملنا عملية لطفلة عمرها 10 سنوات، عملية قلب مفتوح، وكمان عملنا عملية لطفل عملية عين، ولطفل كمان عملنا تجريف في العمود الفقري. ويرى الأهالي أن الأطفال استفادوا من نشاطات المركز، خاصة في نقطة دمجهم بالمجتمع من جديد وحمايتهم من الاستغلال وإبعادهم عن عالم التشرد. الحمد لله، يعني الأطفال استفادوا من هالشي، استفادوا من كتير شغلات، يعني إنه ما عاد يطلعوا على الشارع، إنه ما عاد يعني مرتبين، إنه يجوا على المنظمة بدوامهم، يعني يقولون الساعة 10 خلص الساعة 10، يعني ينتزموا بهالشي هذا. هذا وانتشرت ظاهرة تشرد الأطفال بعموم سوريا في العقد الأخير بشكل ملحوظ لأسباب وعوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية نشأت نتيجة الأزمة التي دخلت عامها 13، إلا أن انتشارها الكبير مؤخراً يطرح عدة تساؤلات عن دور الأهل والمجتمع في انتشارها، ومن هو المسؤول المباشر عن ارتفاع هذه الظاهرة. لمعرفة تفاصيل أكثر حول هذا المركز من شمال وشرق سوريا، أرحب بصباح فاضل، إدارية في كانتون قامشلو لحقوق الطفل. أهلا بك أستاذة صباح معنا في برنامج حديث اليوم. بداية، لو تحدثينا عن هذا المركز وأهدافه اليوم.
أهلا وسهلا فيكم. نحن كلجنة متابعة حقوق الطفل تسعى دائما إلى تحقيق ومتابعة حقوق الطفل في جميع مناطق شمال وشرق سوريا. الأهداف نسعى إلى تأمين حياة آمنة ومستقرة للأطفال من الناحية النفسية والجسدية، وأيضا من الناحية الاجتماعية والناحية التعليمية والترفيهية. هدفنا الأساسي في اللجنة بناء مستقبل زاهر للطفل ومجتمع واعي وقوي. طيب، الخدمات التي تقدمونها اليوم من خلال هذا المركز، عدد الأطفال الذين تم مساعدتهم، أعمار الأطفال الذين يتم تقديم المساعدة لهم والدعم. الخدمات نوقف مع الأطفال الذين يعانون من الأمراض النفسية. طبعا إذا كان الطفل يعاني من مرض نفسي نضع له برنامج لحتى يكون قادر هذا الطفل من جديد ويندمج بين المجتمع، وأيضا إعادة الأطفال المحرومين من المدرسة. بالنسبة أيضا لعدد الأطفال التي تم مساعدتهم، عدد ما يقارب فوق تقريبا 10 أطفال. عملنا لهم عمليات بالظهر، قلب مفتوح، أيضا عمليات شفت أرنب وتركيب أطراف اصطناعية للأطفال الذين تعرضوا للقصف. هل هناك مأوى؟ نعم تفضلي. الأعمار، نعم، الأعمار من 7 إلى 18 سنة أعمار الأطفال اللي عم نساعدهم. طيب، هل في مأوى اليوم للأطفال المشردين؟ هل يتم دراسة هذا الموضوع، تأمين مأوى للمشردين؟ نعم، طبعا قامت به هيئة البلديات، ولجنة الأطفال كانت جزء من هذا المشروع. هذا المركز موجود حاليا بالخزنة، يقدم هذا المركز للأطفال حصص تعليمية أيضا وترفيهية وتحليل نفسي. طبعا هذا المشروع يتجه نحو التطور، ويتم دخول الأطفال بعد ما نتأكد أنه ليس لديهم أي مأوى ثاني. طيب، بالنسبة للكادر اليوم الإداري في هذه اللجنة، في هذا المركز، هل متطوعين هم؟ يعني كيف يتم عمل اليوم، آلية التنسيق اليوم أيضا مع الكادر الإداري في هذه اللجنة أو في هذا المركز؟ نحن كلجنة عندنا 3 إداريات، إدارية على مستوى كانتون قامشلو، وإدارية على مستوى شمال شرق سوريا. إدارية قامشلو تتابع شؤون الأطفال بمنطقة القامشلي والجروبات التي تم تأسيسها أيضا، وأيضا تتابع أمور الأطفال من ديريك إلى عمودة. أما إدارية روج آفا فتتابع جميع مناطق شمال وشرق سوريا. طيب، قبل الحديث عن الصعوبات أستاذة صباح، الأثار السلبية التي لاحظتموها اليوم على الأطفال المتواجدين في المركز، ذكرتي حضرتك من الخدمات التي تقدمونها أو الدعم المقدم اليوم للطفل هو من الجانب النفسي، يعني أبرز الآثار السلبية التي تلاحظونها أو لاحظتموها اليوم على الأطفال؟ الآثار السلبية نلاحظ على الأطفال حالات التوحد منتشرة، وأيضا انعزال عن المجتمع. أيضا كما نشوف نسبة كبيرة من الأطفال منتشرة ظاهرة التشرد بينهم، ولكن تم النقاش مع الأطفال والأهالي واستطعنا نوقف ظاهرة التفخيم بين الأطفال. طيب، الصعوبات التي واجهتكم إلى الآن ما هي؟ بالنسبة للصعوبات، الصغار مو مثل الكبار. الكبار مثلا من كلمة واحدة أو نظرة يفهموا، أما الصغار بدك مرة ومرتين
وثلاثة لحتى يتقبل الفكرة أو يفهم عليك. كمان الصعوبات كان أول شيء الأهالي عدم التقبل، ولكن بعد تعرفهم على اللجنة من جديد أصبح تقبل لديهم أكثر. هذا بالنسبة من الجانب الأطفال. بالنسبة اليوم للتمويل، أو في منظمات مثلا تمول أو تدعم هذا المشروع الذي تقومون به أستاذة صباح؟ طبعا المنظمات الداخلية والخارجية تدعم هذا المشروع، وحاليا عملنا مشروع حديقة في سريكانية. طيب سؤالي الأخير لحضرتك، أهمية مثل هكذا مشاريع خاصة تسلط الضوء اليوم على الفئة الأضعف في المجتمع والأطفال المشردين؟ الأطفال السؤال معلش تعيد السؤال. أهمية هذا المشروع، أهمية مثل هذا هكذا مشاريع أستاذة صباح في المنطقة، يعني تشجعون اليوم على مثل هكذا مشاريع اليوم لأنه تسلطون الضوء فعلا طبعاً على ملف مهم ونقطة مهمة؟ طبعا نشجع يعني الكل يوقف على هالمشروع، لأنه في أشياء كثير منتشرة، ظاهرة التشرد، التدخين، المخدرات، وأتمنى من الكل يوقف على هالشي والكل يكون له يد مساعدة في هيك مشاريع وهيك أمور. يعطيكم ألف عافية على ما تقومون به، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به. من شمال وشرق سوريا صباح فاضل، إدارية في كانتون قامشلو لحقوق الطفل، شكرا جزيلا لك. يعني موضوع مهم اليوم يتم تسليط الضوء عليه، فئة الأطفال وخاصة اليوم من تعرضوا لأكبر آثار سلبية جراء الحرب. جزيل الشكر لحضراتكم مشاهدينا على الطيب وحسن المتابعة، إلى اللقاء.